لما تقصف الطائرات الإسرائيلية السورية في نفس الوقت مع طائرات التركية، لأن المعركة واحدة، الأهداف واحدة، الجبهة التركية الإسرائيلية واحدة. تركيا اعترفت بإسرائيل منذ عام 1949. تركيا الحلف الأطلسي شاركت في قصف الجزائر. تركيا والإمبراطورية العثمانية ماذا رأينا منها؟ استعمرت الدول العربية، كانت ثم حضارة الأندلس، حضارة الأموية، الحضارة العباسية، الفاطمية، كان ثم ازدهار انتاج فلسفي فكري طب كما تتصورون، لأن الحضارة العربية الإسلامية كانت منفتحة على كل الأعراق والأجناس، يعني لن تكون عنصرية. جاءت الإمبراطورية العثمانية انكشارية وجبت الإقطاع، ولا الباشا فبطن الله الذي يستعبد نظام فلاحي إقطاعي، يستعبد الألاف من الفلاحين، وفي مصر وأكثر من ذلك اتآمرت مع الاستعمار، سلمت ليبيا للطلاين، سلمت الجزائر للفرنسيس، سلمت مصر للإنجليز إلى آخره. يعني لم نربح منها شيئا حضاريا، ولا حتى نص فلسفي، ولا أدبي، ولا شعري، ولا حتى شيء. أكثر من ذلك بعتنا دولة دولة. أكثر من ذلك العنصرية التركية. تعرفوا أردوغان الآن في الداخل متحالف مع من؟ مع الحزب القومي التركي، الحزب القومي التركي الذي يعادي العرب، يعادي الأكراد، يعادي الجميع. تركيا أولا وقبل كل شيء، وهذا هو منطق أردوغان نفسه في الواقع. وكل مراكز أبحاث في العالم تعرف أن كل الدواعش والنصرة والقاعدة مروا عبر الأراضي التركية وسلحوا عبر الأراضي التركية وتدفق الأموال عبر الأراضي التركية عبر أردوغان. طيب أعطوني ميزة واحدة لهذا الرجل. قلنا علاقته بالحلف الأطلسي واضحة، علاقته بإسرائيل سمنا على عسل متطورة جدا أكثر مما يتصوره الخيال. طيب البعض الذين يحاولون يدافعوا عنه، هي سيدي أردوغان يحب القضية الفلسطينية، ما يقطعش علاقاته مع إسرائيل، ما يسحبش سفيره، ما يقطعش علاقاته التجارية، المواصلات الجوية، الرحلات هذه ماشي جاي. إذا كان فعلا يؤمن ب هذا مش مطبع، هذا الجزر أو المنظومة الأطلسية الإسرائيلية، رغم مش التطبيع اللي يحكي عليه الرئيس قيس سعيد، هذا جزء من المنظومة. في فرق بين واحد يعمل علاقات وواحد جزء من المنظومة، هذا جزء من المنظومة الإسرائيلية الأطلسية، هذا هو أردوغان الأطلسي الإسرائيلي.